مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله إحنا نتكلم عنواننا مدخل إلى الفلسفة الماركسية. تقديم محاضركم محمد علي. يقول ماركس: جميع الفلاسفة سعوا من أجل تفسير العالم فقط، لكن نحن سعينا ليس فقط لتفسير العالم ولكن لتغييره. بالمناسبة اليوم يصادف عيد ميلاد ماركس 5/5/1818. ولد ماركس طبعا في مايو 1818 في أسرة يهودية من الطبقة المتوسطة في بروسيا، وكان المجتمع البروسي يعاني وقتها من العنصرية، وتعامل الأقلية اليهودية فيه معاملة أبناء الدرجة الثانية. ألمانيا ويا النمسا. درس ماركس في جامعة بون ثم جامعة برلين، درس الفلسفة والتاريخ والقانون، وقد تأثر في بداية دراساته بالفيلسوف الألماني هيجل، وانضم إلى جمعية الهيجليين الشباب. وقد أخذ ماركس عن هيجل ديالكتيكيته، وهي صراع الفكرة وضدها بين الوجود والعدم. لكن إذا كانت الديالكتيكية عند هيجل تعمل ضمن فكرة روحية من أجل تكوين العقل، فإن ماركس قد انضم إلى فيورباخ في إعطائها شكلا ماديا واعتمادها على قوات اقتصادية وجعلها حجر الأساس في فلسفته. فالتركيب الاقتصادي عند ماركس هو أساس التاريخ، والتاريخ له نهاية محتومة تفرضها الضرورة، وللحرية علاقة ديالكتيكية بالضرورة. وعلى هذا فالعمال عند ماركس سيكافحون الرأسمالية بالضرورة، لأنها تزيدهم فقرا وبؤسا. ولإصلاح المجتمع الاقتصادي وبناء مجتمع يخلو من الطبقات، يجب استبدال الاقتصاد الرأسمالي بآخر ماركسي. وفي عام 1841 حصل ماركس على الدكتوراه في الفلسفة، ولكن اختلاف آرائه عن آراء هيجل وقفت عقبة في سبيل حصوله على وظيفة أستاذ في الجامعات الألمانية، لأن هيجل وتلاميذه كانوا يسيطرون بشكل كامل على هذه الجامعات. فعمل بالصحافة عام 1842. وفي عام 1847 التقى ماركس لأول مرة بفريدريك إنجلز الذي صاحبه وعضده وساعده ماليا لبقية حياته، وانضما معا إلى العصبة الشيوعية بلندن، وأصدرا كتابهما البيان الشيوعي عام 1848. وقد أدت نشاطات ماركس المتطرفة إلى نفيه في عام 1849 من بروسيا، فذهب إلى باريس، ولما طرد منها ذهب إلى بروكسل ثم لندن، وقام هناك حتى موته عام 1883. من أهم مؤلفات ماركس البيان الشيوعي، كتاب رأس المال، العائلة المقدسة، بؤس الفلسفة، ونقد فلسفة الحق عند هيجل. ما زال شبح الماركسية يطارد البرجوازية بعد 136 عام من موت ماركس، ولكن ما هي الماركسية؟ هناك مقدمتين موضوعيتين هما سبب ظهور الماركسية. أول واحدة ظهور النظام الرأسمالي الذي كان له الفضل بظهور الطبقة العاملة البروليتاليا، والثانية الاكتشافات العلمية الكبيرة وتطورها، مثل نظرية تطور لداروين، واكتشافات تحول الطاقة الحرارية والمغناطيسية والكهربائية، واكتشاف الخلية الحية. وبشكل عام يمكن تقسيم الأفكار الماركسية إلى ثلاث مصادر: فلسفة ألمانية، اقتصاد إنجليزي، اشتراكية فرنسية. أن الفلسفة الماركسية هي تطور لفلسفة فيورباخ المادية وجدلية هيجل، فجرد ماركس مثالية هيجل عن طريق رفضه لأسبقية الوعي على المادة، فماركسيا لا وعي بدون مادة. وحول ماركس مادة فيورباخ الجامدة الميكانيكية إلى مادة، إلى فلسفة حيوية. فبعد أن كان مفهوم الحركة مقتصرا على الحركة المكانية أو الميكانيكية، أخذت الحركة بمفهومها الجدلي معنى أوسع، لتعني الحركة الداخلية وارتباطها بالظواهر الأخرى المحيطة بها. يرى ماركس أن المادة غير ساكنة كما اعتقد فيورباخ، وإنما حيوية ومتحركة بحركة جدلية داخلية، وهذه الحركة هي التي تفسر التطور والتقدم الطبيعي والإنسان، تقدم الطبيعة والإنسان والمجتمع. للفلسفة الماركسية ثلاث قوانين مترابطة: قانون التحول الكمي يؤدي إلى التحول النوعي، ووحدة صراع الأضداد، وقانون نفي النفي. حين شوي نشرح القوانين. التحول الكمي يؤدي إلى تحول نوعي، وهو أن التحول الكمي يكون تحول مو ملحوظ، بسيط،
مثلا بالاعداد درجه الحراره بالاتجاهات، فهذا التحول ما يكون ملحوظ لما يوصل لدرجه معينه. التحول النوعي هو اللي يكون تحول بجوهر الشيء، ان مثلا السائل الماء جوهره سائل، الغاز كذي. فيقول ماركس ان التحول الكمي يؤدي الى تحول نوعي. مثلا لو يبنى مثال الماء، لو نرفع درجة حرارته من 70 و80 و90 و99 راح يظل نفس ما هو، ماي ما يتغير في شيء. بس لما نرفع درجة واحدة 100 راح يتغير، يصير في قفزة نوعية ويتغير من سائل إلى غاز. وحدة صراع الأضداد، كل شيء موجود، كل مادة موجودة تتكون من ضدها وتشكل مع هذا الضد وحدة واحدة، ما نقدر نفصلهم عن بعض. نظام الرأسمالي في بروليتاريا، المغناطيس في شمال، مغناطيس الشمال والجنوب. الشمال والجنوب. اي زين. فوحده صراع الاضداد يقول لك ان كل ضد موجود، كل وحده فيها ضدها وما تقدر تتخلى عنها، ما تقدر تعيش بدونها. ولو قارنا هذا الشيء الوحده صراع الاضداد بالمثال مثال الماي، راح يكون مع ارتفاع درجه الحراره الذرات الموجوده في الماء تبدا تتنافر، فيكون هنا فيها صراع داخلي بينها وبين بعض لما توصل لدرجه حراره 100 مثلا، ان تنكسر هذا التفاعل وتتبخر. وقانون نفي النفي ان دائما الشيء الجديد ينفي القديم. يعني مثلا بالتاريخ كان في انظمه، نظام العبوديه ونظام الاقطاعي، يجيك النظام الاقطاعي ينفي النظام العبودي، بس دائما لما يصير هذا النفي ياخذ المميزات الزينه اللي كانت فيه ويطورها، ودائما النفي يكون من البسيط الى المعقد. انزين. ودائما بالتاريخ يقولوا لكم الحركه، التاريخ دائره مثل الدائره، ان التاريخ يعيد نفسه. نظره الماركسيين حق هذا الشيء ان لا، ان الحركه لولبيه تقدميه، فبالشكل ان الواحد يكون نفس مكانه، يلف الدائره نفس المكان بس هو قاعد يرتقي، فدائما النفي يكون فيه تطور. الحين بشرح مقولة الدين أفيون الشعوب. أصل الاقتباس كان موجود في مقدمة كتاب مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيجل. والاقتباس الكامل: الدين زفرة الإنسان المسحوق، روح عالم لا قلب له، كما أنه روح الظروف الاجتماعية التي طرد منها الروح، إنه أفيون الشعوب. والمقصود بهذا الشيء أن بالفترة الإقطاعية كانوا الفلاحين عليهم ظلم يصير، وحل المظلوم بس يرجع حق الدين، يعني ما عنده شيء يقدر يفيده فيه إلا الدين. وبهذاك الوقت علماء الدين كانوا مسيسين، فكانوا أكثر يضغطون على هالناس يقولوا لهم لا خلكم، يعني لا تثورون، لا تطلبون حقوقكم، مثلا باكر أحسن، ادعوا هالأشياء، يخدرونهم. فخلوا أن الدين مخدر لهم مو مساعد لهم. لقد مرت 136 عام منذ وفاة ماركس، ولكن السؤال لماذا نرجع الآن لأفكار هذا الرجل؟ لعقود من الزمن لم يتعب الاقتصاديون من تكرار القول بأن توقعات ماركس بخصوص الانكماش الاقتصادي قد عفى عليها الزمن تماماً، كما من المفترض أن تكون أفكاراً للقرن 19. لكن مع الانهيار الاقتصادي عام 2008 أظهر عكس ذلك، أن هذا الانهيار أثبت صمود أفكار ماركس وانتصارها، حتى أن بعض الاقتصاديين البرجوازيين أجبروا على الاعتراف بما أصبح واضحاً على نحو المتزايد، أن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها، وأنها نظام فوضوي وعبثي يتميز بالأزمات الدورية التي ترمي بالناس إلى البطالة وتتسبب بالاضطرابات السياسية والاجتماعية، بعد أن كانوا يعتقدون أن السوق قادر إذا ما ترك لنفسه على حل جميع المشاكل وتحقيق توازن سحري بين العرض والطلب، بحيث لا يمكن أبداً أن يتكرر ما حدث عام 1929 اللي هو الفساد العظيم. وهنا يظهر لنا السؤال: ألم يثبت سقوط الاتحاد السوفيتي في النهاية فشل الشيوعية؟ ألم ينتهي التاريخ أخيراً مع انتصار الرأسمالية باعتبارها النظام الاجتماعي والاقتصادي الوحيد الممكن؟ في غضون 28 عام دارت عجلة التاريخ 180 درجة، والآن صار نقاد ماركس والماركسية
السابقون ينشدون أغنية مختلفة جدا. ففجأة أصبحت نظريات ماركس الاقتصادية تؤخذ على محمل الجد، وصار عدد متزايد من الاقتصاديين ينقبون في صفحات مؤلفات ماركس على أمل أن يجدوا تفسيرا لما حصل. لنتأمل على سبيل المثال تنبؤ ماركس حول كيف أن الصراع الكامن بين الرأسمالية والعمل سيعبر عن نفسه. كتب ماركس في كتاب رأس المال أن سعي الشركات لتحقيق الأرباح والإنتاجية سوف يؤدي بها بطبيعة الحال إلى تقليص متواصل لحاجتها إلى العمال، مما سيخلق جيشا صناعيا احتياطيا من الفقراء والعاطلين عن العمل. أن العملية التي وصفها ماركس تظهر في جميع أنحاء العالم المتقدم، ولا سيما في الجهود التي تبذلها الشركات الأمريكية لخفض التكاليف وتجنب توظيف أيدي عاملة، والتي عززت أرباح الشركات الأمريكية وحصتها من إجمالي الناتج الاقتصادي إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من 60 عام. في حين نسبة البطالة تقف عند 9.1% وبقية الأجور الحقيقية راكدة. وبالأخير نبي نعرف إسهامات ماركس اللي أسهمها على العمال في العالم. وهو ساعد على تحديد ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور والإجازات والتأمين وراتب التقاعد، هذا كله من ماركس. في بعض التعاريف اللي بقولها اللي مرتبطة بالماركسية اللي هي الاشتراكية والشيوعية والطوباوية. طبعا الاشتراكية والشيوعية مو ماركس هو اللي اخترعهم، كانوا موجودين من قبل بس الطرق يمكن تفرق شوي. الاشتراكية تعني الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. الشيوعية هو طور أعلى ومتقدم للاشتراكية، وهو عندما يصل المجتمع البشري للكفاية من الإنتاج، تمكن من أن تصبح القاعدة كالتالي: لكل حسب كفاءته ولكل حسب حاجته، وهنا يفترض أن تزول طبقات. هذه الشيوعية. هاي الشيوعية. والطوباوية هي الأفكار الاشتراكية الخيالية التي كانت تظن أنه بالإمكان الوصول إلى الاشتراكية عن طريق النصح والأعمال الخيرية في النظام الرأسمالي. بس يعطيكم العافية. إذا في أي سؤال أي شيء حاضر. شرح وافي. الله يعطيك العافية. تفضل. كانت استفسار، هو الماركسية غير الاشتراكية صح؟ إيه. الاشتراكية هو نظام قلنا اجتماعي أن وسائل العمل تكون بيد الدولة. أما الماركسية هو فكر فلسفي، وطبعا في شق اقتصادي منه، بس يعني بشكل عام هو فكر فلسفي، هي المادية الجدلية تصير. بس ارتبطوا مع بعض لأن الماركسيين قالوا أن نبي إحنا يعني الطور الأفضل من الرأسمالية هو الاشتراكية اللي راح توصل للشيوعية، لأنهم يبون الشيوعية بالأخير عشان تنمحي الطبقات. الشيوعية غير الاشتراكية، غير الماركسية. هي الشيوعية هي الطور المتقدم للاشتراكية. يعني هما مثل مع بعض، بس مع التقدم الوقت إذا صارت فيه اشتراكية راح توصل للشيوعية، عرفتي؟ وبهالوقت راح تروح الطبقات، يعني وقت الاشتراكية راح يكون فيه طبقات، بس يعني كذا ما نقدر نقلل من نفوذ هالطبقات. وقت الرأسمالية يعني يعتبر تقريبا طبقتين بس الموجودين، فهم يقللون منها كذا ما يقدرون. أعتقد الثورة الماركسية ترتبط بالثورة البلشفية في لينين أو؟ إيه. علاقة السياسة الروسية لساعد الثورة بالحركة الماركسية. وهو ماركس كتب هالأفكار كلها ودرس التاريخ وحط كل فكرة، بس ما طبقها. اللي يطبقها لينين بعد وفاة ماركس، فلينين خذ هالفكر، خذ فكر ماركس وطبقه على الواقع. فيعني ما في صورة مرتبطة ارتباط مباشر إنه بوقت ماركس هو اللي أثر فيهم، بس إنه يعني يقدر يقول شبه في ارتباط يعني. ماركس أثبت فكرة كان تحليل للوضع التاريخي والسياسي والاجتماعي اللي موجود اللي يجري عليه العالم. لينين وماركس ما كتب وايد بالسياسة، بمعنى أنه كيف تدير دولة حسب القواعد الماركسية، كان مو هذا اهتمامه المباشر. لينين يحاول يطبق الماركسية كواقع سياسي
كدستور دولة وكنظام سياسي. فعشان كذي أغلب الحركات السياسية الماركسية يعتبرون حركات لينينية ماركسية، بمعنى أنهم يؤمنون بأفكار، يؤمنون بكيف لينين ترجمها كحركة كحقيقة سياسية. بس مو كل ماركسي لينيني، لأن في ناس يتفقون حول ترجمة لينين بأفكار ماركسية. مشكور. طب علاقة الشيوعية مع الإلحاد، أو هل الشيوعية تنادي إلى الإلحاد؟ هي الشيوعية مو نظرة دينية، يعني مو أنك أنت تكون شيوعي لازم تكون ملحد أو أنه ما في إله ولا شيء، بس هي الشيوعية أن الهدف منها أن نبذ الطبقات، أن إحنا خلاص ما نبي طبقات، نبي إحنا نكون متساوين، نعيش مثل حياة بسيطة، يعني ما في مثلا عبد ومستعبد، فما له شغل بالدين، أن ما يدخل بعقيدتك يعني والعقيدة. زي أنها مرتبطة الشيوعية بالإلحاد، هذا ارتباط يعني الإعلام، وهو الإعلام الرأسمالي هو اللي خرب سمعة الماركسية، يعني وايد أوقات يعني سنين كانت الماركسية مظلومة يعني. إيه جملة الدين أكل الشعوب، يعني تفسر أنه كان يدعو للإلحاد أو يحارب الدين، هو نيه كان يحارب الدين الزائفين يستخدمون الدين كأيديولوجي، يعني يحاربون أيديولوجية الدين، لأن يعني الجملة اللي تسبقها على طول كانت أن الدين هو قلب في عالم لا قلب له، فهذا يعني يمتدح الدين في هذه الجملة وليس ومو قاعد يذمها، بالمقابل باقي الجملة لما تنقطع من سياقها تفهم كأنه هو قاعد يذم الدين بالعموم، ولكن هو ما كان يقصد يذم الدين، لأن أصلا ماركس يعني موضوع الدين ما كان يعني موضوعه، يعني ما كان حبه. هو ترى كان لا اكترافي صح؟ ما أعرف، كان لا اكترافي. هو يسأل إذا هو ملحد نفسه مارس مادي. لا أنا كني قريت أسألك مرة هو ما يتكلم بالموضوع يعني. إيه فهو ما يتكلم بالموضوع معناته إنه لا اكترافي، يعني لا اكتراف بالديانة مو حرب. يعني هو مشكلته يقول إن المشكلة الحقيقية مو الدين، يعني مو المشكلة الدينية اللي هي الحقيقة، هو الاقتصاد، طبقات الاقتصادية هو هاي موضوع العام. هو الدين أفيون الشعوب، أنا أتوقع هذه الكلمة أو الكلام اللي كان يوجه حق رجال الدين المسيسين، يعني تحويل الدين، أي يعني أنتوا قاعد يعني قصدي يمكن أنتوا قاعد تلعبون في الدين، يعني خلوا الدين الواحد يتنفس حق الإنسان، وأنتوا تروح تخليه أفيون تخليه تخدر الإنسان من هالدين. بس الدين مرتبط تاريخيا حركات اليمين وحركات اليسار تميل إلى حركات اليسار تميل إلى الإلحاد، هذا لأنها عندها نظرة علمية وتاريخية لظهور الدين لغاية الاجتماعية، وهم يشوفون أن طبعاً أي واحد يقدر يقول رأي ثاني، وهم يشوفون أن الدين محاولة علاج مشاكل علاجها موجود في نبذ الطبقية ونبذ، فالدين كأنما يؤخر أو يعيق علاجها. هذه النظرة المادية للدين، بس ما في صراع مباشر، يعني هو مو صراع مباشر، هو يعطون حلول واقعية أكثر للمشاكل اللي يجدون أن الدين ما يعطي لها، يعني إحنا عندنا حلول أكثر موجودة عند الدين. أي بالضبط، وحلول الدين تأخذك ما تعدل الواقع البائس، بل أحيانا تعززه، وبالفعل تاريخيا المؤسسة الدينية كانت وراء الطبقية، كانت يعني وللحين هي دائما المؤسسة الدينية تكون في جانب اليمين، واليمين هو جانب الطبقية، فهذا تشخيص أعمق شوي. اليمين يطلب التغيير لأنه يحافظ على الثوابت، عكس التيار اليساري اللي دائما يحاول يسعى للتغيير بدون قيود. وتاريخيا التيارات اليسارية هي التيارات ضد الدين، ليس أنا ما ترتبط بشيء. خلينا شوي، أنا أختلف معك ما من الإلحاد لتحييد الدين، في فرق بين يعني الإلحاد، لأن في حركات كثيرة أوروبا اثنين
تحييد الدين في فرق بين تحييد الدين وفي فرق بين ميل الى الالحاد. قلت ميل انا بمعنى انها صح كلامك في فرق هذا الشيء. ودائما الماركسيه هي ما كان صراحه يعني ما كان همها تطول الدين فكره فلسفيه هي اي الماركسيه عمرها ما حاربت الدين لانها همها الاخير. هي اصلا ما تطرقت لاي جانب ديني نهائيا يعني. هي كانت فرق بس الشيء الوحيد الماركسية كانت اللي تنادي فيه المساواة والعدالة الاجتماعية. هذا هو السؤال شلون راح نطبق العدالة الاجتماعية الماركسية في أفكار وايد الحين احنا الحين أي سنة 2019 في أمور كثيرة تغيرت بس ليش قاعد نرجع حق أفكار ماركس الحين؟ هذا السؤال. ليش بالكويت الحركات اليسارية قاعد ترجع خلينا نقول هي قاعد تقود الحركة الشسمة السياسية من خلينا نقول من السبعينات أو الستينات. الحركات الوطنية كلها عبارة عن أغلبها إذا ما كانوا العموم عبارة عن يساريين ماركسيين منهم اتحاد الشعب ومنهم كثير من القوميين العرب كانوا في بعضهم. زين فهذا هو السؤال شلون راح نطبق العدالة الاجتماعية هذا أساس الماركسية. بس أنا عندي سؤال كنت تشوف أن العالم الآن أصبح ينظر مرة أخرى لماركس أو أن الاقتصاديين قاموا يحاولون مرة أخرى يردون إلى ماركس بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تقريباً فترة 20 سنة الماركسية كانت ما حد ينتفع فعلاً. أنتم تلاحظون أن في عودة إلى الأفكار الماركسية بالمنطقة العربية وبالعالم ولا غير دعاية عودة بسيطة يعني عودة خفيفة يعني صغيرة يعني لا تقاس يعني حقيقة وذلك بسبب بشكل عام يعني الاستياء من الغرب بشكل عام يعني بشكل رئيس هو الاستياء من الغرب والسياسة الأمريكية والرأسمالية. الرأسمالية سبب الدمار في كثير من المناطق والناس بدأت تلاحظ هذه الأسباب. الناس بدأت ترى بدائل أو تحاول إيجاد بدائل المطروح. يعني فعلا في عودة للماركسية ولا في التفات في محاولات يعني لإيجاد طرق أخرى غير الرأسمالية في نماذج أخرى. يعني في سؤال ثاني حق أطرحه يعني بما أن الجدلية بين الرأسمالية والاشتراكية أنتم برأيكم أن أصالة الإنسان تكون أصالة حقه هو ولا أصالة للمجتمع؟ لأن الاشتراكية عادة تنادي للمجتمع ورأسمالية تنادي لأصالة الفرد وأصالة الإنسان نفسه فأي واحد له الأولوية على الآخر؟ أعتقد هذا شيء أثار. هل أنا أقدم المجتمع مصلحة المجتمع أم مصلحة الفرد؟ لا يوجد فرد من غير مجتمع ولا يوجد مجتمع من غير أفراد اثنين مرتبطين ببعض. أنت ما تقدرين تأسسين مجتمع من غير أفراد والأفراد ما تقدرين يعني ما يعيشون من غير مجتمع. هل تقصدين أن العالم أي واحد اليوم يقدم الفرد؟ أي هذا اللي أنا قاعد أقوله أي واحد له الأولوية لأن إذا أهملت الجانب الفردي راح يأثر هذا على المنظومة الاجتماعية بشكل عام. إذا أهملت المنظومة إذا اهتمت بالمنظومة الاجتماعية كل وأهملت الجانب الفردي أيضا الموضوع بين كفتين فأي واحد له الأولوية هذا سؤالي. الجانب الرأسمالية ما أشوفها راعت الجانب الفردي بالعكس يعني مثلا معاناة الفقراء ما دعمتهم قالت إن هم مشكلتهم من أصحاب الفقراء أبسط مثال هم بالنسبة لهم الحقوق اللي يمسكها الفرد النظام الرأسمالي قليل. اللي قاعد أشوفه إحنا من دور الطبقة اللي نسميها حاليا المتوسطة وأعلى صح اللي قاعد يسمونه ولكن في نسبة كبيرة من الشعب ما لها أي حقوق فهي ما أشوف مصلحة الفرد قاعد أشوف مصلحة طبقة معينة من الشعب مجتمع معين. أعتقد الأخ كان المصلحة الفردية أن الشخص يقدم مصلحة الفردية على المجتمع. هل تقصدين بالطريقة هذه؟ القيمة العليا حق منه حق الإنسان أم حق المجتمع؟ حق الفرد الرأسمالية نظام الرأسمالي الفرد أنا المجتمع لا. يعني بداية الثورة شو اسمه البلشفية أو 1917 صراع بين خلينا نقول الجانب الشيوعي او الاشتراكي والجانب الرأسمالي صار في فرق كبير في الشسمة في الاخلاق الاجتماعيه. يعني في الشيوعيه
في أمور كثير حاربتها، قضية البنوك، الربا، خلينا نقول بين قوسين، ما أدري شلون إذا تسمحوا لي، خلينا نقول حاربت معنى الدعارة. المجتمعات الشرعية يعني ما في مجتمع مثالي، لكن خلينا نتكلم على الواجهة، حاربت هذا الشيء، حاربت أمور كثيرة. بالمقابل المجتمع الرأسمالي الفرد، أنا بس شنو أسوي؟ مو مهم شنو يصير معي، مدام أطلع فلوس مو مهم أي شيء. هذا عند الرأسمالية، هذا عند الرأسمالية. الاشتراكي إلى الآن في أخلاق اشتراكية، وفي أخلاق رأسمالية. الرأسمالي دائما يدور مصلحته الأول، لكن الاشتراكي أو بين قوسين الشيوعي لا، المجتمع، المجتمع يجي بالأول، أول شيء عند الشيوعي. ما نبي نقول عنهم هذول المثاليين الشيوعيين، لا ما في إنسان مثالي، لكن خلينا نقول هذه الأخلاق الشيوعية أو هذه الأخلاق الاشتراكية، ونشوف التقدم اللي صار. الاتحاد السوفيتي، الصين، شنو كانت وشنو صارت؟ روسيا كانت مجتمع جدا فقير، فلاح، نقلة نوعية، وهم بحد ذاتهم انصدموا من النقلة اللي صارت، مجتمع فلاحي، ما يفقه، ما عنده أي نوع من الثقافة، ما عنده نوع من الثقافة، شلون فجأة من إلى صارت؟ الصين من إلى صارت؟ بالعكس أنا أشوف الدول اللي طلعت من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي تطورت وايد. يعني كمثال قلت الصين، الصين كانت أكبر كتلة شيوعية في السبعينات والثمانينات مثلا، حاليا بعد ما طلع من مثلا حكم ماو تسي تونغ على سبيل المثال، حاليا دولة رأسمالية تعتبر ككتلة صناعية الأولى في العالم. أنا أختلف معك في الشيء هذا، الصين لا زالت شيوعية، لكن في فرق، هي قاعدة تتبع رأس مال الدولة، وهذا لين كان من البداية هو أشر عليه. والخطأ اللي صار ضحكي الاتحاد السوفيتي بداياتها بالعشرينات لما صارت المجاعة وصار الحصار من هذه الأمور، في أخطاء تصير كتجربة أولى حق الاتحاد السوفيتي، أكيد أي تجربة أولى حصل فيها أخطاء، لكن الصين وتجربتها غير، والقائد ما يختلف عن ليني ني ماو سي تونغ، عندك التجربة البريطانية، لكن الصين ناجح. الفكرة أن لازم ما ننسى أن الفكر ما تصل بالأخير فكر مادي مو مثالي، ومو ما لما تكون مثلا دولة تتحول دولة شيوعية تصير نسخة للاتحاد السوفيتي، هو ينعكس على الواقع، يشوف الواقع ويحسن بناء على الواقع، مو يحارب الواقع ويحاول يفترض كنسخة للاتحاد السوفيتي. فاحنا لما نقول دولة شيوعية هل معناها أنه مو اتحاد سوفيتي؟ لا، ممكن يكون دول أكثر تقوى من الفلسفة الماركسية، ولكن في اختلاف، لأن بالأخير قومياتهم ثقافتهم غير عن بعض. مادية تعترف هذا الشيء، ما تنكر هذا الشيء، لكن تبني عليه من التطور، من هذا الباب تقدم. كنا احنا خلينا الموضوع تكعبر. مو مشكلة، أريح لي. لا، ماكو تعليق. في أسئلة؟ آدم يلا. زين بس سؤال آخر، سؤال يسمح. تفضل. احنا هنا بالكويت شو راح نستفيد من هذه الافكار بالنسبه لنا المجتمع كامل؟ رواتبنا ماشيه حلوه وكل شيء عندنا، ما في اي نوع، خلينا نقول بشكل عام ما في عندنا اي مشاكل، ليش قاعد ننادى الافكار الماركسيه هنا خاصه بالكويت؟ احنا هل نحتاجها او لا؟ اوكي ممكن هذا يصير. لا لا، هو يقصد ان احنا كدوله وكمواطنين مرتاحين ماديا، فليش قاعد تدخل علينا افكار ماركسيه واحنا مو محتاجينها اصلا؟ هو احنا الحين يعني هل هذه الافكار قويه فعلا لانها تدخل الى مجتمع مثل المجتمع الكويتي والسعودي والاماراتي والخليجي بشكل عام؟ يعني هو هذا اللي يتكلم عنه. اي احنا الحين مجتمعنا الكويتي هو مجتمع اشتراكي، بالدستور محطوط ان احنا اشتراكيه معتدله، بس قاعد يصير في توجه ان تصير راسماليه. فاحنا الكلام احنا ما نبي هالتوجه يصير، ما نبيها تصير راسماليه. الحين احنا وضعنا تقريبا زين، بس قاعد تزيد الثراء الطبقه البرجوازيه بالكويت، قاعد يصير في امور راسماليه قاعد تتفشى. لما يطلع لك الوزارات يحطون خصخصه،
هذا شنو؟ انت راح يدخلك للرأسماليه وبعدين راح تضيع منك الامتيازات. يعني انت الحين شكليا مو شايف هالمصايب ولا هالمشكله، عرفت؟ احنا خايفين من الياي، اذا صار رأسماليه انا اشوف ان احنا خوفنا من الياي ان لا يصير رأسماليه. يعني تشوف ان الحين في وعي بالمشكله، احنا اي نبي وعي، احنا نبي نزيد الوعي. بالعكس ان الان الكويت اقرب للاشتراكيه من هي اشتراكيه، هي اشتراكيه دستورها اشتراك اي، بس الحين في حركه صار لها سنين ان تخصيص الاماكن، يعني ان تحويلها رأسماليه. مساهمات القطاع الخاص بالكويت حاليا تقريبا توصل 18% تقريبا. الاتحاد السوفيتي بعزه بالخمسينات تقريبا كانت توصل 23%، يعني احنا اشتراكين اكثر من الاتحاد السوفيتي. بس نظام الوضع الحين تقول مرتاح حاليا، احنا معتمدين على نظام وحيد الدخل البترول، فما عندك تنويع اقتصادي اصلا. النظام الرأسمالي يفتح حرية رؤوس الاموال انها توصل عندك، ويصير عندك تعطي مجال للشركات. لا راح يصير في احتكار، ما راح يصير في انك انت الحين ترجع لانظمة الدولة. الانظمة خاطئة، تصير نظام رأسمالي وانا خصصها لفئة معينة، ما تصير. وهذا اللي قاعد يصير الحين، انت لو تشوف الواقع التطبيق. مو النظام نفسه، هم يقصدون ان الرأسماليه تجبرك على ان هي عندها اقتصاد الدوله، يعني انت ما تقدر ما تعطيها، ما تخليها تكبر. النظام الرأسمالي من اساسياته ان حريه التجاره تكون مفتوحه للجميع. انا اعطي شروط معينه مثلا واخصص لجميع القطاعات واللي يقدر. يعني مثلا القطاع الغذائي، مثلا شركات مواد غذائيه، مثلا خلينا نقول مثلا في الولايات المتحده الامريكيه حريه المجال. انت شنو بتاسس شركه، انت بخلال 30 دقيقه تاسس لك شركه، خلاص دش السوق وقدم اللي عندك، فشلت خلاص في شركه ثانيه، وتنجح تكمل، ما في شيء يقيدك، بس بناء شروط معينه تخصصها لك الحكومه فقط لا غير، مع عندك الرسوم الماليه. صحيح كلامك، ما نتفق فيه، لكن تنشط الواقع اللي احنا عايشين فيه. كل الشركات الكبيرة وكل هذا تكمنه كلها طبقة معينة، انت لو دخلت السوق رأس مال متوسط راح تخسر مع الأيام. لأن انت مو رأس مالي. نعم؟ انت مو رأس مالي. انت تفتح سوق تخلي سوق رأس مالي، من راح تكون طبقة مسيطرة؟ طبقة قليلة التجار فقط هم أصحاب رأس المال. ما تكفي. هم عندهم كرؤوس اموال مسيطره، اوكي. فقط هذه هي مشكلتنا. مو هو معطيك اياها ان السوق مفتوحه، بس هي بالواقع ما راح تكون مفتوحه، ورافع حاليا. اي يعني هو بالشكل مفتوح لك. التطبيق واصلا على فكره حاليا مو راس مالي. اي لانه مو راس مالي حاليا. لا لا، عندنا عبد الله نبي يشارك. طبقه معينه، طبقه متوسطه ما يعني. انا قلت لك قطاع المواد الغذائيه، انت عندك اكثر من 500 شركه مواد غذائيه في امريكا المعروفه، غير المؤسسات الصغيره. لا لا، بس شلون احتكار؟ سالفه التطبيق عمره ما صار. طبعا مثال يعني، سواء لأي كان، الماركسية، الشيوعية، الرأسمالية، أي كان، الرأسمالية تعزز تملك الأفراد أو طبقة معينة على كل الأمور، تعززها. وهذا اللي صاير يعني، سواء أمريكا أو غيرها يعني، لأن الشركات الكبيرة تمتلك الشركات الصغيرة وغيرها، مثل ما صار الحين بالشركات سواء الكمبيوتر ولا غيرها، لما طلعت AMD نافست أنتل، صار الصراع اللي بين واضح. مو عن سوق مفتوح، بس إن القوة بيد من يملك المال. تفضل. الفكرة شنو أهمية الفكر الماركسي بالكويت؟ أول شيء من أساسات الفكر الماركسي أن صراع الطبقات موجود، سواء في فكر ماركسي ولا في فكر ماركسي، هذا واقع. فإن يكون القدرة تكتشف أن هذا الصراع موجود وتفسر الأحداث ليش تصير، هذه فائدة الفكر الماركسي. شنو هي الطبقات؟ طبقات، طبقة مالية وطبقة رأس مالية. اقتصادي لو قسمها بس طبقتين، بس الكثير يقولون بالكويت ما في اموال. لما تاخذها بنظره اللي احنا قاعد نشوف روحنا، اي ماكو اموال، ولكن لما تقارن واحد حسابه مثلا نتكلم مليارين 3 مليارات، واحد دخله 2000 3000 دينار، في فرق. لا بس انا اخذها كل الناس على ان نقارن واحد معاشه 3000 او 4000 او 2000 من عايشين، صح عايشين. ندري ان في فلوس بالكويت، كميات فلوس بالكويت، تشوف احتياج النفط بالكويت تقارن بالسعوديه على دوله الكويت. وين في طبقه غنيه، في صراع. يعني انا اللي اشوفه جزء كبير من السياسه بالكويت حاليا هو انعكاس صراع ما بين الطبقات، مثال اسقاط القروض،
وغيرها من هذه الاشياء، في طبقه قاعده تعاني، في طبقه في صراع بين، فانه لما يكون عندك هذا الفكر تفسر هذا الشيء. زائد النقطه الثانيه، الراسماليه بالكويت، الراسماليه بالاخير هي تسمح للتجار ان يطلعون فلوس زياده. طبعا التاجر يختار اسهل طريقه يطلع فيها فلوس. انعكاس هذا الشيء على الدول اللي نفس الكويت، اللي قاعد يصير هو عباره عن استثمارات في مجال البنوك، البورصه، عقار. ما في اقتصاد بناء اللي تحتهم البنك، لان ما راح يختارون. انا اسهل اني مكالب سيارات من اني اصنع سياره، ربح اقل لما اصنع السياره، وما راح اصنع سياره الا اذا الحكومه قصدتني اصنع سياره. فعشان نبني نجزه اللي هو قاعد يقول تنويع مصادر الدخل، لا، الحكومه لازم تتدخل مع التجار. اللي قاعد نشوفه امثله امريكا واوروبا بالاخير ما كانوا في النظام الليبرالي الجديد، اول يوم بلشوا كانوا في النظام في جمارك في رسوم، لما بنوا نفسهم كافضل اقتصادات بالعالم بعدين حطوا الليبراليه الجديده وفتحوا كان الافضل الادفانتج لهم، لان هم اصلا كونين بالاقتصاد بالاساس. يعني نتكلم احنا بدايه نيو ليبراليزم في السبعينات، امريكا ابغى اقتصاد من 50 و 40 سنه قبل، فهم كونوا روحهم واستخدموا الجمارك واستخدموا سكروا الحدود وخذوا نسبه من ايرادات بعدين افتحوا، لان هم اقوى ناس بالعالم. بالاخير انت مستحيل اليوم من مثلا تسوي شركه تنافس ابل، تدري مستحيل. يبي نجدد كم سنه قدام؟ بس حابب اوضح شغله بالنسبه لمساله التعريف العام او احنا نيه عمال، وفق شو اسمه التعريف الماركسي، العمال او العامل هو من يبيع جهده العضلي او الفكري. كلنا او اغلبنا من الموظفين ايا كان، الدكتور كان معاشه 7000 دينار او كان عامل عادي 100 دينار، مجرد شهر لو انقطع المعاش شنو حيصير؟ كلنا حصل متساويين، كلنا حصل متساويين 7000 دينار و 100 دينار، ما عندنا ممول ثاني. الوزارات او الحكومات سكرت، احنا هني كلنا عمال، ما في شيء اسمه ياخذ 10000 دينار هذا الانسان طبقه وسطى. احنا بالكويت تقريبا نوعا ما بين قوسين الطبقه الوسطى معدومه. الطبقه الوسطى شنو هي الطبقه الوسطى؟ ما انا ما اقعد الطبقه الوسطى، مو هي اني اقعد معاشي اخذ 10000 دينار. هل انا امسك وسائل انتاج؟ هل انا عندي محل او مصنع؟ هذا اني انا ممكن اعتبر روحي برجوازة صغير او طبقه وسطى. لكن ما دام احنا كلنا عمال قاعد نبيع جهدنا العضلي او الفكري، اسمنا عمال. صح، طبقه عامله. او المهنه، طبيب، كاتب، ايا كان، ميكانيكي، فني، في فرق. هذا يبيع جهده العضلي وهذا قاعد يبيع جهده الفكري. صح. كلنا عمال. مجرد الوزارة أو الحكومة سكرت ما في معاشات، هنا شو راح نسوي؟ شو راح نسوي؟ الطبقة العام، الطبقة العاملة موجودة حتى بالكويت موجودة. الفكر الماركسي مهم عشان نفهم. إيه الوعي، يعني ينشر لك الوعي بهذا المكان ويوريك الصراع الحقيقي القائم. يعني لو الرأسمالية صارت في الكويت، أول شيء لو خلينا مثل أمريكا، شو راح يصير قطاع الصحة؟ راح نضطر العموم راح يدفع فلوس. المدارس، الجمعيات العمومية، الجمعيات التعاونية اللي كانت بالسبعينات والثمانينات شيء فوق الوصف. تخيل انت الحين انت على معاشك لو مثلا 2000 دينار وصار رأسمالية، عيالك مدارس شلون حتدخلهم؟ المستشفى، مو كل الناس بنفس المستوى، في فرق رأسمالية. شنو في مصر اكثر؟ احنا هذا جايين في الحين، وفي لبنان فقير اذا صار مريض فرصه انه يموت وايد اكبر. بالكويت هذا شيء ما تلاحظه الحين نوعا ما، بس بمصر لاحظه بشكل كبير. الوحيدين صحيح هذا في مرض لو انه شوي مقتدر كان حاط، بس هو مستخدم، يعني مو هو او اهله. يعني صحيح هذا الشيء بشكل كبير، حتى نتصور في مصر سولف فيها وايد هناك تكاسيب. اكثر ناس طبعا تسولف فيها لما تسافر مصر هذه التكاسي، تشوف حالتهم انه هو مجرد بكون طبقه قبل، لان المستشفيات الحكوميه سيئه جدا. وعلى ما نفرض دورك، الا انت دورك بالمقبره واصل دورك. صح، هذا شيء تلاحظه اكثر ما تلاحظه. طيب خلاص نقعد نحاول. لا ما قصر لا ولا يعطيك العافيه عبد الله.
في احد عنده سؤال ولا نختم خلاص؟ يعطيكم العافيه. لا العافيه. فيديو سيكتب. يعطيكم العافيه. اختم بس. يلا يعطيكم العافيه وان شاء الله عاد اكون وصلت لكم شيء من الفلسفه الماركسيه. يعطيك العافيه.